كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الفضلاء الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته حي الله تعالى وجوهكم وكتب لنا ولكم هذه الكلمات في موازين الحسنات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وارحب بكم مجددا الى هذا اللقاء الذي ارجو ان يتجدد باذن الله تعالى في كل اسبوع احبتي واخوتي اليكم هديتي اليكم نصيحتي اليكم وصيتي اليكم محبتي مضمومه في باقتي هديتي بصائر للمسلم المعاصر على طريق الصحوه هديتي ونصيحتي زواجر للمسلم المخاطر في غفله البصيره وصيتي خواطر للمسلم المصابر عند مدلهم من نكبتي وباقتي أزاهر تزدان بالجواهر من سورة وخبرتي تسير للضمائر والأنفس الحرائر مقرونة بمهجتي حاملة هديتي حاملة نصيحتي حاملة وصيتي حاملة محبتي مضمومة بباقتي. الفضلاء الكرام احمد الله تبارك وتعالى اليكم ان ضمنا واياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واساله سبحانه وتبارك وتعالى ان يبارك لنا في هذه الدقائق وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. هذا الدرس الذي ارجو ان تمتد حلقاته ليكون من وراء ذلك عقد مبارك الحلقات والقسمات من كلمات ايات الكتاب العزيز قال جل من قائل عليم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وقال واذا لم تاتهم بايه قالوا لو لجت بيتها قل انما اتبع ما يوحى الي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وصف القران العظيم بانه بصائر ومن هنا جاء هذا الدرس بعنوان بصائر وللتمام والكمال فانه بصائر من القران الكريم بل هو بصائر قرانيه اننا سوف نتحدث في هذه الحلقات بمشيئه رب الارض والسماوات عن بصائر القران الكريم هذه البصائر التي نحن في اشد الحاجه اليها نحن الان في مسيس الحاجه اليها ان الله تبارك وتعالى وصف رسائل القران بانها بصائر والبصيره هي نور هذا القلب هي ماده هذا العقل فاذا كانت العين لها نور هو البصر فان القلب والعقل له نور هو البصيره فالبصيره للقلب والعقل كالنور والبصر بالنسبه لجارحه العين يجب ان نتنبه الى ان الحاجه الى هذه البصائر قد غدت ماسه في وقت اضطربت فيه الامور وادلهمت فيه الخطوب واختلط الحابل بالنابل فما عاد الناس يدرون في الواقع فرقانا يفرقون فيه وبه بين الحق والباطل نحن مع موعد مع بصائر القران العظيم الذي يجل الله تعالى به عن قلوبنا الغشاوه ويذهب الله عز وجل به عن اعيننا العمى وصف الله تعالى القران بانه بصائر وجمع هذه البصائر وذلك لتعدد طرق الهدايه في كتاب ربنا ولتعدد مناحي الحياه التي تحتاج الى هدايه القران والى بصائره ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اي في كل شيء وفي كل طريق وفي كل سبيل بإذن الله تبارك وتعالى. هذه البصائر التي جاءتنا من ربنا سبحانه وتعالى وحيا عن طريق نبينا صلى الله عليه واله وسلم سوف نستنطق آي الكتاب العزيز بها. نعم سوف نستنطق آي القرآن الكريم بهذه البصائر لنستخرجها فننزلها على ادويه على ادواء القلوب تاره وعلى ادواء الحياه تاره اخرى حتى نعالج القلوب والعقول والواقع بهذه الايات العظيمات وهذه الاشارات المحكمات في كتاب رب الارض والسماوات. هذه البصائر التي جاءتنا من ربنا تبارك وتعالى وصفها الله تبارك وتعالى بانها هدى. وبانها رحمه لكنها لمن؟ للمؤمنين للموقنين للمتقين كما وصف كتابه بذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالبصائر إذن ينتفع بها المؤمنون ينتفع بها المتقون ينتفع بها الذين يلقون السمع وينصتون لهذه الآي ولهذه التذكره. من هنا جاءت فكره هذا البرنامج، ان ننطلق من القران وان نرجع اليه، ان ناخذ عن القران وان نصدر عن كلماته في كل اقوالنا وافعالنا ومواقفنا. يقرا الانسان هذه البصائر فيراها كالماء والهواء للاحياء. يراها كذلك لانها كلام الحي القيوم. الذي يقيم حياه كل حي سبحانه وجل في علاه. البصائر القرانيه يوشك ان تكون علما مستقلا بذاته. علما مستقلا بذاته نعم، هذه حقيقه يجب ان نتاكد منها عبر حلقات هذا البرنامج التي نرجو ان تتتابع في الخير باذن الله تبارك وتعالى. علم جديد نطلق عليه اسم علم البصائر القرانيه هذه البصائر القرانيه هي عباره عن كلمات موجزات في اغلب الاحوال تكون جزءا من ايه في بعض الاحيان تكون قطعه من ايه نعيش مع هذه الايه ونتدبر في هذه الفواصل القرانيه في هذه المقاطع القرآنية آآ آآ هذا فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى الفجر يرسم بالضياء على المآذن الفلا على المآذن ألف والليل في وهن الرحيل يشد وطر عدنا إلى بصائر القرآن الكريم وقد تحدثنا قبل قليل عن ان البصائر توشك ان تنطلق علما من علوم القران العظيم هذا العلم يتضمن مقاطع وجمل يسيره من كتاب ربنا تبارك وتعالى جمعت المعاني الكبيره وحوت القضايا العظيمه بايسر عباره وابلغ اشاره حتى ان هذه الكلمات اليسيرات القليلات صارت كالمثل بين الناس ذائعه على افواه الناس جميعا مسموعه في مدى مجالسهم وفي مناديهم المختلفه هذه الكلمات اليسيرات غدت كالقواعد التي يتقعد بها ديننا الحنيف اذا اردنا ان نضرب أمثلة لهذه البصائر، بصائر القرآن الكريم، فإننا نجدها في كل باب وفي كل جانب من جوانب ديننا العظيم. إذا ويممنا وجهنا جهة التوحيد، فإننا نواجه قول الله فاعلم انه لا اله الا الله. هذه كلمة فاذة جامعة لهذه العقيدة. فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد. هذه العبارة نعتبرها بصيرة أو قاعدة من قواعد القرآن الكريم. إذا انتقلنا إلى جانب آخر كجانب العظة والتذكر والاعتبار فإننا نجد مثلا قول الله تعالى كل من عليها فان كل من عليها فان هذه كلمة نسمعها كثيرا ونتلقاها كثيرا نقولها في مجالسنا وعند العظة والذكرى وفي مناسبة مفارقة حبيب او صديق او صاحب نسمع هذه الكلمة وما هي الا بصيرة من بصائر القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت ايضا نسمعها وتطرق آذاننا كثيرا وطويلا ننتفع بها ونعتبر بسماعها. اذا انتقلنا الى جانب اخر كجانب الخلق مثلا فاننا نجد قول الله الله خالق كل شيء. هذه الكلمه الجامعه المانعه التي لا تقبل استثناء. لا يستطيع احد ان يقول ان الله خالق كل شيء الا الاشياء الفلانيه والفلانيه. انها كلمه جامعه حاصره كليه لا يدخلها استثناء الله خالق كل شيء فلا خالق الا الله هذه الكلمه تجري ايضا على السنتنا ونحن نحتاج الى ان نتدبر وان نتامل وان نطلق لهذا القلب ولهذا العقل كل قيد حتى يتدبر في كلام الله تبارك وتعالى اذا نظر الانسان الى صفحه الكون فوجد هذا التناغم وهذا التناسق وهذه الصنعه المكتمله صدع بقول الله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء هذه ايضا بصيره حجه بينه دلاله برهان ساطع للعيان ظاهر بغير احتياج الى استدلال صنع الله الذي اتقن كل شيء اذا يممنا وجهنا الى جانب اخر كجانب الحق مثلا فاننا نسمع قول الله فماذا بعد الحق الا الضلال. ماذا بعد الحق الا الضلال هما امران متقابلان لا ثالث لهما اما الحق واما الضلال ويحق الله الحق بكلماته هذه بصيره اخرى في هذا الجانب الحق انما يحق انما يثبت بكلمات ربنا تبارك وتعالى فاذا جاء الحق زهق الباطل ولهذا جاء قول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل هذه بصائر قرانيه حجج براهين قرانيه يستطيع الانسان ان يعتمد عليها وان يستدل بها وان يحتج بها وان يعبر بها وان يعلق على ما يجري من احداث هذه الحياه من خلال هذه القواعد القرانيه من خلال هذه البصائر الايمانيه فاذا انتقلنا الى جانب اخر كجانب القضاء والقدر مثلا فاننا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى وكان امر الله مفعولا كان ذلك في الكتاب مسطورا. "إنا كل شيء خلقناه بقدر". هذه جمل جليلة القدر، عظيمة الخطر، لمن تأمل وتدبر، لمن نظر وتفكر. وهذا المجلس سوف يعنى بهذه القواعد القرآنية، بهذه البصائر الربانية. التي اودعها الله عز وجل هذا الكتاب العزيز اذا انتقلنا الى جانب اخر كجانب الدعاء فانك تجد قول الله تعالى ان ربي قريب مجيب واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ان ربي لسميع الدعاء هذه ايضا من بصائر القران من قواعد القران العظيم التي اذا تاملناها وتدبرناها وراينا الادله متكاثره عليها ووجدنا تطبيقاتها في الواقع الذي نحياه وفي التاريخ الذي عاشته البشريه فاننا نقف على معاني جليله نقف على ما يبهر الالباب ويدهش العقول ويملا النفس رضا عن الله عز وجل في حكمه وشرعه ورضا عن الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره في جانب الذكر تامل قول الله فاذكروني اذكركم كلمتان جليلتان عظيمتان لمن تامل فيهما وتدبر ذكرك الله عز وجل يجلب عليك كل خير ومن أعظم الخير أن يذكرك الله فإن أنت ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملائك الذي ذكرت الله عز وجل فيه ولهذا جاء في القرآن أيضا ولذكر الله أكبر أكبر من ذكرك أكبر من كل شيء هذه المعاني إذا أنت تأملت وتدبرت اندهشت وامتلا قلبك بهذه المعاني المباركه التي تزيد ايمانك وترفع من يقينك وتجعلك اكثر صلة, صله بربك وقربا من خالقك سبحانه وجل في علاه في جانب الايمان وفي جانب الاحسان وفي جانب العمل الصالح امور كثيره يجب ان نتدبرها وان نتاملها تامل قول الله تعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كثير من الناس يحسن فاذا اسيء اليه انقطع عن الاحسان. لماذا؟ لان احدا من ابناء معروفه قد جحده، او احدا من صنائع احسانه قد رفضه فينقطع. انه انما يعامل الله عز وجل الذي يجازي على الاحسان بالاحسان سبحانه وتعالى هو الذي قال ما على المحسنين من سبيل هو الذي قال للذين احسنوا الحسنى وزياده هذه المعاني اذا نحن وقفنا عليها اذا نحن تاملنا فيها اذا نحن تدبرناها فاننا نعيش مع بصائر القران الكريم بر الوالدين جانب عظيم ومهم وجليل قال الله تعالى وبالوالدين احسانا ما اكثر ما نسمع هذه الجمله ما اكثر ما تتلى هذه الايه التي فيها قول الحق وبالوالدين احسانا حتى انها صارت مثلا يضرب ويسمع ويتلى وتشنف به الاذان والمجالس وقول الله تعالى: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا ايضا بنفس هذه المثابه. اذا هذه المقاطع القرانيه جليله، عظيمه، مهمه، نحتاج الى ان نعيش معها والى ان نقف عليها. هي ليست قاصره على جانب العبادات فحسب او جانب المعاملات فحسب او جانب العقائد فحسب، نعم. ياتي ذكر الايمان كقول الله تعالى والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله ولي المؤمنين نعم ياتي ذكر التقوى والعاقبه للمتقين انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهكذا سنجد الايمان سنجد التقوى سنجد العمل الصالح لكننا سنجد ايضا امورا اخرى سنجد الكلام عن الولاء والبراء سنجد الكلام عن الولايات الشرعيه سنجد الكلام عن الاحداث الجاريه الواقعيه كل ذلك مضمن في القران العظيم حين نتلو هذه الايات حين نقف مع هذه المقاطع حين نتدبر فيها فاننا نتصل بالقران اتصالا خاصا ليس اتصال المفسر بعلم التفسير وانما اتصال المتدبر بكتاب الله تعالى قد حثنا الله عز وجل على التدبر وامرنا به ونعى على الذين لا يتدبرون فقال افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أمر بالتدبر أمر بالتأمل أمر بالنظر أمر بالتفقه في كتاب الله عز وجل عن طريق هذه البصائر التي هي حجج قطعية في كتاب ربنا تبارك وتعالى اذن نحن لا نحتاج الى ان نستكثر اليوم من ذكر هذه المقاطع لاننا سنعود اليها تفصيلا ولا بد لا نحتاج الى ان نستكثر من ذكر المجالات التي توجد فيها هذه البصائر والتي تتلى فيها هذه القواعد والتي تسمع فيها هذه الكلمات لماذا لاننا سنعود الى كل مقطع من هذه المقاطع بالشرح والتدليل والتعليل والبيان وذكر الادله على هذا المقطع من كتاب ربنا وسنه نبينا وذكر التطبيقات التاريخيه والوقائع التي وقعت في التاريخ الانساني باسره ليس في تاريخ اهل الايمان والصلاح فحسب بل في تاريخ البشريه باسرها، لان هذا القران لم ينزل لطائفه من الخلق دون ما عداهم، وانما نزل هدى للناس، انما نزل هدى للبشريه، انما نزل هدايه للناس اجمعين، فيجب ان يستمع الناس الى هداياته، وان ينتفع الناس بكلماته، وان ياخذ الناس من رحيق القران ما ينير دربهم ويصلح حياتهم. حين نتحدث عن هذا العلم الذي يوشك ان يخرج الى النور فان من عاده العلماء ان يكشفوا عن قواعد هذا العلم وعن مبادئه وعن اصوله وعن ضوابطه هذه عاده اهل العلم لا سيما المتاخرين لهذا عنوا دائما كلما صنفوا في علم مصنفا أو ابتدأوا كتابة وتأليفا أن يبينوا ما يسمى بالمبادئ العشرة للعلم، ما هي المبادئ العشرة؟ هذه عبارة عن مقدمات إذا تعرف إليها طالب العلم فإنه ينتفع بذلك منافع جليلة، منها أنه يعرف موضوع العلم، يعرف على أي شيء يدور هذا العلم، فيما يتحدث هذا العلم اذا علم هذا استطاع ان يميز بين هذا العلم وغيره لما توفي نبينا صلى الله عليه واله وسلم توفي والعلوم لم تتمايز وانما ورث اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه ورثوا عنه عليه الصلاه والسلام القران والسنه ياثرون عنه كتاب الله ويتلونه وياثرون عنه السنه وينقلونها ثم جاء من بعدهم فاستطاع ان يميز ما يتعلق بالعقائد بعلم اطلق عليه علم الايمان او علم التوحيد ثم جاء اخرون فميزوا ما يتعلق بعبادات الانسان ومعاملات الانسان وما يتعلق باحواله الشخصيه وما يحصل من العقوبات والجزاءات فاستخرجوا علم الفقه وعرفوا علم الفقه وميزوا علم الفقه فصار هذا العلم يتحدث عن افعال المكلفين من الصلاه والصيام من البيع والشراء من النكاح والطلاق من العقوبات والجزاءات مما يتعلق بالتقاضي ونحو ذلك كل هذا ميز بانه احكام المكلفين العمليه، هذا هو الفقه، ثم جاء اخرون فاستخرجوا علما ثالث يتعلق بالحديث النبوي وما يرتبط به، ثم فرع اخرون عن القران علوما اجتمعت فسميت بعلوم القران. علوم القران فيها التفسير، فيها معرفه المكي من المدني، فيها معرفه الناسخ من المنسوخ فيها معرفة كيف يكتب كتاب الله كيف دون القرآن الكريم كيف جرى كتابة المصحف الشريف علوم كثيرة تتعلق بعلوم القرآن يبلغ بها البعض إلى ما يزيد عن ثلاثين أو أربعين أو خمسين علما هذه العلوم تمايزت بعده صلى الله عليه وآله وسلم عبر هذا التحديد الذي يحدده العلماء فيقولون: ان مبادئ كل علم عشره الحد والموضوع ثم الثمره فضله ونسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف هذه عشره قضايا قضيه تتعلق بتعريف العلم ما تعريفه؟ قضيه تتعلق باسماء هذا العلم ما هي اسماؤه فيذكر مثلا علم التوحيد يسمى علم التوحيد ويسمى علم العقيده ويسمى علم الايمان ويسمى الفقه الاكبر ويسمى الشريعه ويسمى كذا وكذا وكذا من الاسماء الشريفه المباركه ويقولون ان كثره الاسماء تدل على شرف المسمى غالبا يعني اذا كثرت اسماء العلم دل هذا على شرف هذا العلم وعلو كعبه بين العلوم فيميزون العلم بموضوعه ويميزونه ايضا باسمه ثم يذكرون فضله ما فضل هذا العلم ما هي الثمره ما هي الغايه ما هي الفائده التي تترتب على دراسه هذا العلم لتتشوق النفوس الى طلب العلوم لتتشوق القلوب الى ان تؤثر هذا العلم على غيره من العلوم والمعارف ثم ينتقلون بعد ذلك الى كلمه عن اول من صنف في العلم والف. يبينون مثلا ان اول من تكلم في علم اصول الفقه هو الامام الشافعي عليه رحمه الله. واول من تكلم في علم النحو هو ابو الاسود الدؤلي رحمه الله وهكذا يذكرون اول المصنفين واوائل المصنفات في العلوم يذكرون ذلك ليكون الطالب على معرفه بتاريخ العلم ثم ينتقلون الى هذه المعارف واحده بعد اخرى حتى ينتهوا من عشره قضايا او مباحث لابد لطالب العلم ان يتعرف اليها وعليها فاذا اردنا نحن ان نتحدث عن علمنا هذا وهو علم البصائر القرآنيه. بعض الناس يطلق عليه اسم علم القواعد القرآنيه، علم القواعد القرآنيه. هذا العلم، علم القواعد القرآنيه هو علم بنصوص من كتاب ربنا تبارك وتعالى تُستخرج من القرآن الكريم، تدل على ماذا؟ تدل على قضايا كليه مهمه، قضايا عظيمه النفع جليله القدر اذا وعاها الانسان وخبرها انتفع بها فائده عظيمه لهذا نحن قلنا من قواعد القران مثلا في جانب بر الوالدين قول الله تعالى وبالوالدين احسانا هذه قاعده قرانيه على تسميه من يسمى ها يسمى هذا العلم بعلم القواعد اما انا فاميل الى ان يسمى بعلم البصائر لماذا لان كلمه البصائر قد وردت في كتاب الله ووردت الاشاره بها الى حجج القران لان الله تعالى لما قال هذا بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم الاشاره الى ماذا الى حجج القران والى بيناته الاشاره الى قواعده وثوابته الاشاره الى ما حوى هذا القران من القضايا التي تنير العقول وتنير القلوب. إذا حين نتحدث عن هذا العلم نحدده بأنه علم البصائر القرآنيه او علم القواعد القرآنيه الذي هو علم بقواعد كليه يتوقف عليها خير هذه البشريه. يتوقف عليها خير هذه البشريه في عاجلها وآجلها. كيف ذلك؟ إذا علمت البشريه قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله اليس يتوقف على المعرفه بالتوحيد نجاه العبد في الدنيا والاخره اللهم بلى اذا عرف الانسان من هذه الكلمه الموجزه والهكم اله واحد قل هو الله احد هذه القاعده هذه البصيره القرانيه اذا تعرف منها على خالقه سبحانه، اليس ترتبط نجاته بذلك؟ اليس يرتبط فلاحه بذلك؟ اليس يرتبط قبول عمله في الدنيا والثواب على هذا العمل في الاخره بهذه القاعده القرانيه، بهذه البصيره الايمانيه؟ وكذا اذا انتقلنا الى قضيه تتعلق بالايمان او قضيه تتعلق بالاحسان، هذه هي مراتب الدين. اسلام، ايمان، احسان، هذه المراتب لها قواعد، لها بصائر من كتاب الله تبارك وتعالى، اذا وقف العبد عليها فان نجاته وفلاحه وصلاحه مرتبط بذلك، بل اذا كان الامر متعلقا بالدنيا فان هنا ثم فان هنا قواعد اخرى وبصائر قرانيه اخرى تترتب عليها الرفاهيه، يترتب عليها الرغد يترتب عليها صلاح الدنيا قبل صلاح الآخرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا هذه قاعدة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا المعنى إذا تدبرناه وتأملناه وجدنا أن الاستقامة على منهج الله هي سبب رغد العيش. هي سبب الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الناس اليوم يخافون، الناس اليوم يختلطون، الناس اليوم لا يعرفون على اي شيء يعتمدون، فاذا جاء قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الا يسكب في قلوب الناس يقين؟ الا يوجد في قلوب الناس اعتماد على رب الناس ان القران الكريم يحدث اليس الله بكاف عبده هذا المعنى اذا وقفنا عليه في ازمنه الحيره والاضطراب في ازمنه الخلل واختلال الاسباب فاننا نصل الى شاطئ هدى والى بر نجاه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عواقب أمورنا وبلادنا إلى خير إنه حسبنا ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل من بصائر القرآن العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فماذا كان فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إذا حديثنا عن هذه القواعد الضوابط التي يترتب على المعرفه بها والايمان بها وحسن تدبرها يترتب على ذلك فلاح الدنيا ونجاح الاخره، يترتب على ذلك صلاح الدنيا وصلاح الاخره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، اذا حين نتحدث عن هذا العلم نقول انه علم بقواعد وضوابط كليه يتعرف الانسان من خلالها على هدايات القران التي تحمله الى فلاحه وتحقق له صلاحه في الدنيا وفي الاخره هذا هو العلم الذي نريد ان نتحدث عنه وان نخوض فيه ما فضل هذا العلم فضله مرتبط بالنتيجه والغايه والفائده والثمره التي تترتب عليه فاذا كان هذا العلم يهديك للتي هي اقوم ياخذ بيديك لفلاحك ونجاحك افلا يكون من اشرف العلوم ومن اعظم الفهوم انه علم مرتبط بالقران بل ماخوذ من نصوص القران مباشره فاذا كان متشرفا بانتمائه وارتباطه بكتاب الله فلا شك انه في الذروه من العلوم فهو كعلم التفسير الذي نرتبط فيه بشرح معاني الفاظ الكتاب العزيز هذه الالفاظ التي حوت معاني يتعرف اليها المفسر ويعبر عن هذه المعاني بكلماته فاذا استطعنا ان ناخذ عمد هذه الايات وان ناخذ اصول هذه الايات وان نعود الى هذه المقاطع الدقيقه البينه الظاهره الواضحه في حجيتها ودلالتها فاعتنينا بها تفسيرا وشرحا وبيانا وتنبيها بقيمتها وتنويها بمرجعيتها فاننا نرتبط اذن بعلم هو اشرف العلوم لانه علم كتاب ربنا تبارك وتعالى اذا اردنا ان نتحدث عن صله هذا العلم بغيره من العلوم نقول هو من علوم القران وقلنا ان علوم القران علوم متعدده متنوعه متكاثره تعود الى عشرات عند كثير من العلماء السيوطي رحمه الله الف كتابا ماتعا اسماه الاتقان في علوم القرآن علوم كثيرة جدا يصل بهم بعضها إلى بعضهم إلى سبعين علما هذه العلوم نستطيع أن نقول إن علم البصائر القرآنية أو علم القواعد القرآنية أحد هذه العلوم التي يمكن أن يكشف عن مبادئها في هذا الزمان إذن هو جزء من علوم القرآن فالعلاقة بينه وبين علوم القرآن كالعلاقة بين الخاص والعام. ثم هذا العلم على جلالته وعظمته وفضله تكلم عنه علماؤنا لكنهم ما خصوه بتفسير او بمؤلف او بكتاب مستقل يكشف عنه. الا في العصر الحديث وجدت محاولات هنا وهناك فهذه محاولة في معجم للقواعد القرانيه وهذه محاوله في عد او حصر القواعد القرانيه لكن احدا لم يحاول ان يبرز هذه البصائر كعلم من علوم القران لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يعتنى بهذا العلم وان يخرج الى النور مقعدا مضبوطا لينتفع الناس بخيره وفضله هذا العلم علاقته كما قلت علاقه خصوص وعموم علاقه خصوص وعموم فعلم علوم القران اوسع وهذا العلم من هذه العلوم فهذه هي الصله او هذه هي النسبه من اين نستمد هذا العلم اننا نستمده مباشره من كتاب الله تبارك وتعالى يقول قائل لقد وجدنا علوم التقعيد مدونه ومكتوبه وراينا عند الفقهاء علم يقال له علم القواعد الفقهيه وعند الاصوليين علم يسمى بالقواعد الاصوليه وعند النحويين علم يسمى بعلم القواعد النحويه فهذه القواعد القرانيه ما علاقتها بهذه العلوم ولماذا تصرون على التسميه بالبصائر وليس بالقواعد نقول. القواعد التي يصنفها البشر كثيره فتكون احيانا لغويه واحيانا شرعيه، والقواعد الشرعيه قد تكون فقهيه وقد تكون اصوليه وقد تكون مقاصديه، وهذه القواعد يصوغها في الغالب احد الفقهاء او احد العلماء. فتكون العبارة من كلامه. لو قلنا مثلا: الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة ما اسمها؟ وإلى أي فرع من الفروع العلمية تنتمي؟ هذه قاعدة تنتمي إلى علم القواعد الفقهية. وهي مستدل عليها بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإذا قلنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور مثلا. فما هذه القاعده نقول ايضا هذه قاعده فقهيه تدل على ماذا تدل على ان ما تيسر من الافعال المطلوبه يجب على العبد او ينبغي له ان ياتي بها ولا تسقط عنه اذا سقط عنه شيء عسر عليه بسبب ظرف او حاله تمنعه من القيام بهذا العمل اذا القاعده الفقهيه والاصوليه قاعده صاغها بشر اما البصيره القرانيه فهي من كلام رب البشر سبحانه وتعالى ففضل القاعده القرانيه على القاعده الفقهيه الاصوليه النحويه او غير ذلك كفضل كلام الله تبارك وتعالى على كلام من سواه اذن نحن امام صياغه قرانيه فلهذا لا نحب ان نسميها ان نسمي هذا العلم بعلم القواعد وانما نسميه بعلم البصائر تمييزا لعلوم القواعد التي يصوغها الناس عن هذه البصائر المنزله من عند رب الناس ثم هذه القواعد الفقهيه او الاصوليه يدخلها الاستثناء ويدخلها الخلف يعني ايه يعني هذه القواعد ليست منطبقه تماما على كل الجزئيات وفي كل الاحوال يقع استثناء هنا وهناك والاستثناء لا يقدح في ان هذه القاعده عامه لكنه نوع خلل نوع خلل في قواعد القران الكريم لا يوجد استثناء وقد ضربنا مثالا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء فكل شيء في هذه الحياه مخلوق لله تبارك وتعالى لا يوجد استثناءات لا يوجد في لا يوجد في القاعده القرانيه استثناءات لماذا لان القاعده القرانيه كلام الله تعالى الذي لا يدخله باطل ولا خلف ولا نوع خلل بوجه من الوجوه اذا قال قل هو الله احد او قال فاعلم انه لا اله الا الله فهذا بلا شك يكون قاطعا كليا ليس اغلبيا اذا قال الله تعالى مثلا فان تبتم فهو خير لكم هذه قاعده قاعده في مجال التوبه فهل لاحد ان يقول ليست التوبه خير ولو في بعض الاحوال ولو لبعض الاشخاص ولو في بعض الازمان او في بعض الاماكن نقول لا قال الله تعالى فان تبتم فهو خير لكم قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل هل يدخل في هذا شيء من الخلف؟ او يدخل في هذا شيء من الاستثناء؟ لا، كل من توكل على الله فالله كافيه. الله حسبي الله كافي سبحانه وجل في علاه اذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فقد اعتمدت على الكافي سبحانه وتعالى يكفيك كل ما أهمك لا استثناء في هذا قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذه قاعدة أخروية هل تتخلف؟ هل يمكن لأحد أن يعمل صالحا ثم لا يجد عقبى العمل الصالح ثم لا يجد نتيجة العمل, العمل الصالح يستحيل هذا لا يتطرق الى هذه القاعده استثناء ولا خلل وهذا هو اليقين الذي نبحث عنه من وراء مدارسه هذه القواعد من وراء مدارسه هذه البصائر من وراء مدارسه هذه الكلمات الجوامع النافعه الماتعه التي هي عمده المسلم في حياته بعض الناس يعيش بهذه القواعد يمر عليه امر ما مثلا فيذكر القاعده او فيذكر البصيره من بصائر القران فيتلوها فيثبت الله تعالى جنانه في هذه المواقف التي قد يختلف الناس حولها او يضطرب الناس في فهمها لماذا لانه معتصم بالكلمات الجوامع من كلام ربنا تبارك وتعالى فهو معتصم ومستمسك بالحق المحض فماذا بعد الحق إلا الضلال، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إذا هذه القواعد القرآنية تختلف عن هذه القواعد العلمية البشرية، تختلف من جهة عصمة هذه القواعد من جهة عموم هذه القواعد للزمان والمكان من جهة عموم هذه القواعد لكل ما يتعلق به الانسان او كل ما تشتد اليه حاجات الانسان في هذه الحياه. اذا حين نتحدث عن هذه البصائر القرانيه انما نتحدث عن العصمه، عن النجاه، عن الوحي المعصوم. فاذا وقفنا على عصم كل باب ومستمسك كل موضوع، فاننا نكون بذلك قد شددنا يدينا بحبل الله تبارك وتعالى، ووقفنا على هذه القضايا الكليه في كتاب رب البريه سبحانه وجل في علاه. اذا عرفنا ان الاسم هو علم البصائر القرانيه وان البصائر القرانيه هي عباره عن احكام كليه قطعيه منصوصه في كتاب رب البريه سبحانه وتعالى وان الموضوع الذي نتحدث فيه وهذه القواعد من حيث ما تفيدنا وتمدنا من اسباب الهدى والرشاد والتمثل بهدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم وانها من اشرف العلوم وان نسبتها الى غيرها العموم والخصوص وانها من جنس علوم القران الكريم وان الشارع طلب منا هذا العلم الشارع الحكيم سبحانه وجل في علاه طلب منا هذا العلم على جهه فرض الكفايه فتعلم هذا العلم يدخل حكمه في حكم تعلم علوم القران فحكم تعلم علوم القران هو انه فرض كفايه فكذا هذا العلم تعلمه فرض كفايه يعني اذا قام به بعض المسلمين سقط الحرج عن الباقين اذا قام به بعض العلماء انتفع به الناس وبقي هذا العلم محفوظا في الخلق نسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا وان يعلمنا وان يفقهنا بكتابه العزيز وان ياخذ بايدينا الى مراضيه، وان يصلح وان يصلح احوال بلادنا، وان يرزقنا خروجا من هذه الازمات الطاحنه، وان يهيئ لمصر امر رشد يعز فيه اهل طاعته، ويتاب فيه على اهل معصيته. نساله سبحانه وتعالى ان يجعل بلدنا سخاء، رخاء، وسائر بلاد المسلمين. نساله جل في علاه ان يولي علينا خيرنا وان يصرف عنا شرارنا وان يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه برحمته انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين موعدنا في الاسبوع المقبل بمشيئه الله تبارك وتعالى مع بصيره من بصائر القران نتدبر فيها ونتامل في هديها نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفجر يرسم